ومن بداية المهرجان واحنا بنسأل نفسنا وبنقول يا ترى مين اللي هيفوز في الدورة الأولى لمهرجان مصر الدولي لموسيقى الفرانكو أراب. المتسابقين والمتسابقات سمعناهم وشفناهم كلنا هي عدد كبير جدا منهم أصواتهم عجبتنا وشجعناهم، لكن في النهاية احنا هنكون في انتظار النتيجة اللي هيقرها أو هتقرها لجنة التحكيم. وعلى فكرة طبعا لجنة التحكيم كانت بتراعي بشكل كبير جدا آراء الجمهور ومدى تشجيعه لكل صوت من الأصوات. هنتعرف معاكم دلوقتي على الخلاصة أو النتيجة من المهرجان من خلال النتيجة الخاصة بالمسابقة، واسمحولي أن أنا بدعو الأستاذ وليد الحسيني رئيس المهرجان للمسرح يتفضل. أستاذ وليد، وكمان الفنان الكبير الفنان هاني شنودة رئيس لجنة التحكيم يتفضل. على فكرة أستاذ وليد احتفظ بالنتيجة النهائية وقال لي أنا مش هديها لك إلا على المسرح علشان ما يكونش فيه يعني أي معلومة معروفة لأي حد، مش كده ولا إيه؟ الأخبار إن أنا عايز الأستاذ يحيى الموجي يشرفنا هنا، والأستاذ عنتر هلالي شرفنا هنا، ومدام شيماء تشرفنا هنا، والأستاذ حمادة يتفضل معانا هنا. اسمحوا لي كمان ان انا ادعو كل المتسابقين والمتسابقات لخشبة المسرح يتفضلوا. كل المتسابقين والمتسابقات يتفضلوا. نطلع قدام يا استاذ هاني بعد اذنك. بس انا عايز اقول موضوع مهم جدا. اللجنة ليها 50% وتصويت الناس 50%، واحنا ما كناش بنعمل اعتبار للتسقيف بتاع الناس. احنا بنحكم على التكنيك بتاع كل اغنية، اما الرأي والانطباع ده بتاع الناس مش بتاعنا احنا. احنا بنحكم على التكنيك. كان في مجهود يعني او كان في حيرة شوية في اصوات معينة يا استاذ هاني؟ لا، الحلو باين والوحش باين. على طول. واجماع على طول. السلام عليكم يا جماعه، ازيك يا حبايبي؟ معلش انا مديكوا ظهري، بس ظهري احلى من وشي كمان. تعالوا، فين بقت اللجنه؟ باقي لجنه التحكيم تتفضل. استاذ عنتر واستاذ يحيى، ممكن استاذ حماده نقف احنا هنا كده؟ طيب اتفضلوا. اتفضلوا. هنا كده استاذ هاني. دلوقتي زي ما احنا شايفين مع حضراتكم لجنة التحكيم كلها موجودة، وكمان كل المتسابقين والمتسابقات متواجدين وفي انتظار اعلان النتيجة الخاصة بالدورة الاولى لمهرجان مصر الدولي لموسيقى الفرانكو أراب. الورقة ده بتفيدي والله. فعلا. الأخبار جاهزين عشان نسمع النتيجة؟ عموما اسمحوا لي في البداية ان انا احيي كل المتسابقين والمتسابقات اللي كانوا متواجدين على روحهم الحلوة مع بعض. الحقيقة كانوا بيشجعوا بعض بطريقة يمكن احنا كنا متابعينها في الكواليس. انا بحييهم وعايزة من حضراتكم تحيوا كل المتسابقين والمتسابقات تحية كبيرة. تحية كبيرة جدا لكم ولتشريفكم للمهرجان. مجهود كلكم اكيد يعني بتشكروا عليه، وعايزين طبعا تعرفوا النتيجة، مش كده ولا ايه؟ كلكم واحد، كلنا واحد فعلا، وهي دي الروح اللي انا بقول عليها، الروح اللي كانت سايدة في المهرجان وروح الحب اللي موجودة دايما. وان شاء الله لا 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 ما تقلقش حضرتك، انا مسيطرة. طيب نبدأ بالمركز الثالث. المركز الثالث ما حصلش عليه متسابق او متسابقة واحدة، لكن المركز الثالث هيكون مناصفة بين ياسر ريكا السودان ومهند طلال السعودية.
المركز الثالث مناصفة ما بين ياسر ريكا من السودان ومهند طلال من السعودية. ألف مبروك وتحية كبيرة للسودان وللسعودية. ألف مبروك. نيجي بقى بعد المركز الثالث. استني استني استني، هنديهم الأول حاجة ولا ندي مع بعض؟ اتفضل. واحدة ده درع المهرجان طبعا. طيب المركز الثاني. المركز الثاني حصل عليه صوت من الأصوات المصرية. المركز الثاني كان من نصيب مي أحمد من مصر. مي، ألف مبروك. ألف مبروك لمي من مصر وتحية كبيرة لمي. المركز الأول، انتوا عايزين تعرفوا مين المركز الأول؟ متوقعين انتوا بينكم وبين بعض متوقعين؟ كلنا واحد. أحلى حاجة، أحلى حاجة بجد الروح اللي كانت موجودة واللي أنا قلتها يعني من البداية، الروح الجميلة اللي كانت موجودة بين كل الفنانين اللي معايا. طبعا أنا بهدي المركز الثالث اللي أنا حصلت عليه لكل زملاتي الفنانين اللي معايا اللي مش أقل مني. ألف شكر لياسر ريكا على مشاعره الجميلة وإهدائه للمركز الخاص بيه لكل أصدقائه وكل المتسابقين والمتسابقات. ونرجع بقى للمركز الأول. المركز الأول حصل عليه مناصفة ما بين محمود السعيد من الكويت. هيثم حلمي من مصر. هيثم حلمي من مصر.